دائرة ثقافة الأطفال في محافظة بابل التابعة لوزارة الثقافة الاتحادية الذكرى 32 لاتفاقية حقوق الطفل تزامنا مع اليوم العالمي للطفل بعقد فعاليات عديدة في مقرها بمدينة الحلة. تحتفل ذات ثقافة الأطفال اليوم بمناسبة ذكرى 32 لاتفاقية حقوق الأطفال الدولية، هاي الاتفاقية اللي العراق وقع عليها وصادق عليها، طبعا بها بنود كثيرة جدا لحماية الأطفال، بها بنود أخلاقية تحتم على الحكومات وعلى الدول أن تلتزم بها، ولكن السؤال هنا السؤال هل الطفل العراقي أخذ كامل حقوقه؟ هو لم يأخذ إلا اليسير من حقوقه، ما زالت المدارس طينية، ما زالت الرعاية الصحية غير كافية، ما زال المجال الثقافي للطفل محدود جدا، محدود، ليست هنالك إصدارات إلا القليل باستثناء مجلتي والمزمار موجهة للطفل، يعني بنيان الإنسان ما زال بحاجة كثيرة من الحكومة. حقي أن أتكلم، أن ألعب، أن أتعلم، هذا الشعار رفعته دار ثقافة الأطفال في بابل ضمن مهرجانها السنوي لحقوق الطفل العالمي. فنلاحظ أن الطفل في الوطن العربي بسبب الحروب والمأساة والمعاناة والتشرد، فنلاحظ أن كثير من أطفالنا في الوطن العربي يعانون من مشاكل الحرب والتي قادتهم إلى الحالة النفسية المزرية. اليوم أجينا المهرجان الاحتفالية واللي كان بيها مهرجان الطفل العالمي حقوق الطفل العالمية، وبعض الأطفال أيضا قرأوا قصائد وأنا قرأت كلمة. الطفل يحتاج الأمان، الرعاية، الحماية من العنف الأسري، يحتاج الصحة، يحتاج التعبير عن الرأي، يحتاج الكثير من الأشياء.